بهدف بحث العديد من الملفات المهمة بالمحافظة، زار وزير المصالحة الوطنية دكتور علي حيدر محافظة السويداء، والتقى المحافظ عامر العشري حيث تم مناقشة ملف المخطوفين والمفقودين وملف الوافدين وإمكانية إعادة من تم تحرير قراهم ومناطقهم بعد أن عاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والأمان لتخفيف العبء عن المحافظة. الوزير حيدر أكد أن السويداء استطاعت من خلال تلاحم أبنائها ووعيهم إفشال الكثير من المخططات التي كانت تهدف للنيل من أمن واستقرار المحافظة، كما التقى الوزير عددا من وجهاء ومشايخ السويداء. هذا اللقاء لتداول شؤون المتحد أو المنطقة، ودون شك أنتم تعرفون جيدا أنه بعد سنوات الحرب على سوريا تولدت مجموعة من الملفات، ومنها ملف المفقودين والمخطوفين، وهذه المحافظة من المحافظات التي عانت من المفقودين المحافظة ومخطوفين المحافظة، وبالإضافة إلى المعاناة التي تشمل كل أبنائنا في سوريا. اليوم وهي ليست الزيارة الأولى بكل الأحوال، اليوم هي متابعة لمعالجة هذه الملفات وغيرها من الملفات. تكلمنا عن ملفات أخرى، تكلمنا عن ملف الوافدين إلى هذه المحافظة. لقينا اليوم مع السيد وزير المصالحة الوطنية وبحثنا معه عدد من الملفات التي تعنى الوزارة بها ومتابعة من سابق، وهي موضوع الوافدين وموضوع المفقودين. والحقيقة كان تجاوب السيد الوزير كبير واهتمامه عالي، وطلب كل هذه الملفات والمعلق منها إرساله إلى الوزارة ليتم متابعته بشكل فوري. تم بحث عديد من القضايا، خصوصا قضايا المفقودين وقضايا الملف الوافدين إلى المحافظة، والذين صار أو أتيح لهم اليوم أن يعودوا إلى مناطقهم التي أصبحت آمنة. كذلك ملف المفقودين هو ملف شائك ويحتاج للكثير من التعاون. هذه الأزمة التي نسأل الباري عز وجل أن يكشف عنا هذه الغمة ويتحقق النصر للوطن. ونحن نقول دائما هذه اللقاءات هي الصلة، يعني نصفها بصلة الرحم، لأننا دائما نحتاج، وخاصة من المسؤولين الذين يملكون اتخاذ القرار والتواصل مع القيادة الحكيمة في بلدنا. جرى خلال اللقاء تسليط الضوء على الدور الكبير لمشايخ العقل في إفشال الكثير من المخططات التي كانت تسعى لزرع الفتنة والشقاق داخل المحافظة، إضافة إلى الدور الكبير الذي يؤديه المكتب الصحي ولجنة العمل الخيري في تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية لأبناء المحافظة وتخفيف العبء عنهم.